غادي يطيح اصاحبي ما تطلعوش غادي يطيح غادي يطيح يطيح هذاك الأخ شعيب تفاح النائب الكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي لعمالة بنفيك ناقب اتحاد الوطني لسيارات الأجرة المنضوية تحت اتحاد العام للمقاولات والمهن. احنا بهذه الوقفة الاحتجاجية كنستنكروا هاد 50% اللي دارتنا الحكومة وفرضتها على الطاكسي بصفة خاصة. بالنسبة للنقل العمومي ديك 50% 50% ما دايرش 50%، كنشوفوا أننا الطوبيس متجاوز 50%، النقل السري كاين، درجات ثلاثيه كذلك ومثال، وحنا كيفرضوا عنا على حسابات السيارات الاجره اللي احنا تهلكنا، احنا صافي مقعدنا ما ناكلوا، راه حنا 10% اللي الله خدامين، راه 3 شهور حنا مريحين، ما عندنا باش نخلصوا الكريم، التامين باقي لاصق فينا، ما عندناش حتى الدراري ما عندناش من ناكلوا، ومازال باقي ضاغطين علينا حنا، ويلا كان غير شي زبون مع شي ولدو كيحبسوا، كتحبسوا السلطه وكتاخذ الاجراءات ضده. وعير حنا وهذه المساله هذه حنا عندنا عير في هذه المهنه هذه، واش هذه المهنه اللي كانت هي بوحدها اللي كنقلوا الوباء عندهم ما يديروا الوباء، يشدوا هذوك السائقين يشنقوهم، لان هذه راه مش ناقه، هذا الموت الباطئ اللي داروا لنا حنا. ثلاثه البلايص كنخلصوا التامين، سته البلايص داروا لنا 50% وفرضوها على الطاكسي. ملي كيقول لك هو النقل العمومي 50% كنشوفوا ما كاينش 50%، داروا المقاهي ما كاينش التباعد المسافه اللي طالبين، فالمقاهي البحر الطرام الا فرضوا هذه المسائل على سياره الاجره. اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. انا الاخت قلت لك 10% من الناس اللي هما مضرورين ما لقاوش ما ياكلوا حتى الاعانه اللي خصهم يخرجوا من ديك صندوق الجائحه. القطاع غير مؤكل ما استافدوش منه، اضطروا بانهم فهمتي كيغامروا بروسهم كيغامروا بروسهم باش يمشيو يجيبوا لولادهم لقمه العيش، ورغم ذلك ما وصلوش ليه. اما 90% راه كلها مريحه، راه عندها 3 شهور وهي مريحه، التامين كيتسالها وصحاب المعدونيه فهمتي اش غيعطيهم اش غياكل اش غيدير، لان هاد الناس هادو اللي بغيو يديروا حل. لا تحركوا، راه كتبوا، راه راسلوا فهمتي، راه ملي كتشوفي هذه الوقفه احتجاجيه الا ومتابعه مع بلاغ. كان سمعتي كانت واحد الرساله وتم ملي ما جاوبوناش درنا لي عاود بلغناهم فهمتي، اكدنا لهم باننا رحنا صيفط لكم واحد الرساله وما جاوبتوناش، وملي ما بغاوش خرجنا خرج العام غادي نحاولوا نناضلوا وغادي نحاولوا اننا نساعدوا هادشي ونديروا شي مسيره ونمشيو الرباط نمشيو لهاد الوزارات اللي فرضوا علينا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.